دكتور عوض، يعني ملف التأمين الصحي الشامل ملف يأخذ من الدولة الكثير. ربما هناك حديث عن إطلاق المرحلة الثانية من مدن اللي هتخش خلاص في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل. حدثنا عما تم بالتفصيل في المرحلة الأولى وما سيشهده المصريون في المرحلة الثانية. شوف سيادتك، هو كان التأمين الصحي الشامل كان رغبة ملحة، وهي دي مستقبل تقديم الرعاية الصحية. يعني احنا اتكلمنا من شوية اللي حاجة كنا بنذكره على المدن الطبية والمستشفيات، دي الرعاية الثلاثية. الرعاية التأمين الصحي الشامل ان كل مواطن على ارض مصر هيبقى مغطى بهذا التأمين الصحي، ودي اصبحت حاجة ملحة. ليه بقى حضرتك؟ لان يعني الرعاية الصحية اصبحت مكلفة، اصبحت مهمة، أصبح جزء منه وقائي زي ما احنا كنا بنتكلم من شوية، وجزء منه استكشافي. كل ده يستوجب ان كل مواطن يبقى له تأمين صحي. عندما انطلق التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، انطلق بخريطة لتطبيق التأمين الصحي الشامل على كل مصر. في خريطة لتطبيقه في المحافظات المختلفة. بدأ بثلاث محافظات، ثم أصبحوا ستة. وكل سنة سيادتك يعني 24 هتلاقي محافظات جديدة، 25 وهكذا، حتى يستكمل النظام التطبيقي الشامل على كل محافظات الجمهورية. بدون شك وجود البنية التحتية، والبنية التحتية بتبدأ زي ما قلت لك يا أستاذ مصطفى، قلت لحضرتك، بتبدأ بوحدات الرعاية الطبية الأولية. هو ده فكر التأمين الصحي، بمعنى إن اللي بيسموها برايمري كير يونتس أو سنترز، بحيث في طبيب أسرة عنده حزمة من الخدمات الوقائية والعلاجية يقدر يقدمها للمرضى، وتحت هذا الطبيب تحت رعايته في 5000 شخص اللي هم في المتوسط 1000 أسرة. عامل لهم ملفات، عارف الأب عنده إيه، الأم عندها إيه، بالزبط. الأولاد عندهم إيه، بيرعيهم. وهنا بقى بتساهم جداً في استكشاف اي امراض وراثيه او جينيه او عند الاطفال او عند الكبار. وبيقولوا لهم مثلا تعالوا لي كل شهر اعمل تشيك اب عليكم والكلام ده كله. ده البرايمري كير. طيب نفرض ان الدكتور بتاع الرعايه الاوليه اكتشف حاجه عند احد افراد الاسره، بيحولوا للرعايه السنويه. ثم الرعايه الثلاثيه اللي هي المراكز او المراكز الطبيه او المدن اللي قلنا عليها. فبدأنا بورسعيد وثلاث محافظات، ثم أصبحوا ستة. طبعا البنية التحتية اتعملت كويس قوي بكل مؤسساتها، بتبدأ بالمؤسسات الوحدات الطبية الأولية، صحيح، ثم المستشفيات، ثم يعني في لما يستكمل التأمين الصحي الشامل هيبقى في 5000 وحدة صحية أولية، ثم هيزيد العدد وهكذا، وبتربطه بمستشفيات معينة. يعني مش محتاج النهارده، يعني سيادتك النهارده لو رحت المستشفيات الكبيره او المدن الطبيه الصبح النهارده هتلاقي الاف المرضى جايين من مختلف المحافظات. انا عايز وهو قاعد في مكانه في حدود لا تزيد عن 5 كيلو نقدر نقدم له كل هذه الرعايه. طبعا في تجربه، يعني هيئه الرعايه الصحيه، احنا عندنا هيئه الرعايه الصحيه وهيئه التامين الصحي، الهيئه مموله، الرعايه الصحيه تقدم الخدمات، وفي الهيئة الثالثة ودي تحت إشراف سيادة الرئيس مباشرة اسمها هيئة الاعتماد والرقابة. المؤسسة اللي هتقدم خدمة سواء حكومية أو جامعية أو خاصة ليها مواصفات قياسية، أيوة، بتستكمل قبل ما تديك شهادة الاعتماد وقبل ما تخش الخدمة في التأمين الصحي، اعتمادا ثم رقابة بعد كده. كل شوية هنضم محافظات جديدة. طب والفترة البينية ما بين التطبيق في المحافظات، يعني هم النهارده ستة، السنة الجاية ممكن يبقوا تسعة وهكذا لغاية ما تستكمل كل المحافظات. التأمين الصحي القائم الحالي اللي هو غير الشامل بيقدم خدمات جليلة جدا. ثم الفجوة ما بين اللي مالوش تأمين صحي، في العلاج المجاني في بعض المستشفيات، في العلاج على نفقة الدولة، في مبادرات حياة كريمة، كل دي بحيث ان كل مواطن يستطيع أن يجد ما يحتاجه من خدمات رعاية صحية، صحيح، بصرف النظر عن هو تحت أنهي مظلة لغاية ما تستكمل نظام التأمين الصحي الشامل. إن شاء الله. وطبعا الخبرة اكتسبت من الست محافظات، أي، أصبح التطبيق في المحافظات الأخرى
إن شاء الله هيكون أكثر سهولة ويسر حتى تستكمل المنظومة كاملة.